السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ترافلينج أبورد. موضوع اليوم هو البروتوكول الصحي الخاص بالمسافرين بحرا بين المغرب وإسبانيا. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الجمعة 8 أبريل عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بالنسبة للمسافرين عبر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا. بالنسبة للجالية يمكن دخول المغرب عبر الموانئ فقط بجواز تلقيح وبالاختبار بي سي ار، يعني بي سي ار تلغى رسميا بالنسبة للناس اللي عاملين التلقيح، وبالنسبة للناس اللي ما عاملينش التلقيح كذلك يمكن يدخلوا للمغرب بالسيارات ديالهم ما كاين حتى مشكل، فقط خصهم اختبار بي سي ار ما يكونش دازت عليه 72 ساعة. كنظن واضح، يعني اللي عمل تلقيح يدخل للمغرب بجواز تلقيح فقط، واللي ما عملش تلقيح كذلك مرحبا به، فقط يعمل اختبار بي سي ار يجي مرحبا به. لحد الساعة باقي كنهضرو على الرحلات البحرية فقط، أما الرحلات الجوية باقيين كيطلبوا اختبار بي سي ار في المطارات وباقي ما تلغى، لأن مسؤولين في المطارات باقي ما توصلوا بقرار إلغاء اختبار بي سي ار. لكن ما تخافوش، بالتأكيد غيتلغى في هاد اليومين، ودابا نشوفوا إن شاء الله يا رب، لأن لا يمكن في الميناء مسموح تدخل بلا بي سي ار وفي المطار ممنوع. اذا قلنا الرحلات البحرية فقط يمكن تكون بلا بي سي ار، الرحلات هتكون عبر الموانئ التالية اللي هي ميناء طنجة وميناء طنجة المتوسطي وميناء بنينصار، مفتوحة في وجه الجالية المغربية فوقاش ابتداء من 11 ابريل انطلاق اول رحلة بحرية بين الخزيرات والميناء طنجة. حددت الحكومة المغربية يوم الاثنين المقبل موعدا للرحلات البحرية بين ميناء طنجة المتوسطي والموانئ الإسبانية عبر برنامج للرحلات البحرية للفترة ما بين 11 و 20 أبريل الجاري، مما يعني أن الاتفاق الذي أعلن عنه الخميس سيطبق بشكل فعلي ابتداء من الأسبوع المقبل. وفق برنامج الرحلات اللي كنت عملت عليه فيديو سابق، فإنه سيجري ربط ميناء المتوسطي بالميناء الجزيرة الخضراء عبر 17 رحلة ذهابا وإيابا يوميا. ستعمل على توفيرها شركات FRS و AML و باليريار و ترانس ميديتيراني و انتر شوبينج، وذلك خلال الفترة ما بين 3 صباحا والحادية عشرة والنصف ليلا. وطبعا ما تنساوش تعبئة النموذج الصحي الخاص بالركاب، يمكن لكم نزله من الموقع عبر الانترنت، وكذلك يتم التوزيع ديالو على ظهر السفينة. الى هنا كنا وصلنا لنهاية الموضوع ديالنا، نتلاقاو في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.